السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. هنبدأ النهاردة نكمل الشغل في الديزاين بتاعنا. عدلت شوية حاجات، دورت في الدوكيومنتيشن ولقيت ان انت ممكن تعمل دروب داون عادي من غير ما يكون بوتون، فعملت الاتنين دول دروب داون وعدلت شوية في الكودينج بتاعها. لقيت ان حاجة اسمها سكرول ان كولر ان سكرول بتحدد بوزيشن معين للسكرول، ساعتها بيحصل الكولر اللي هو النف بار بيبقى فيه كولر زي ما انتم شايفين كده، مش بيبقى ترانسبيرنت. تمام تمام، ده اللي عملته. المهم الليفل، تمام، طالما احنا عملنا سكوفل للاوثنتيكيتد، يعني عملنا الريجستر واللوجن بتاعها، فهو لوحده بيكريت لاي اوت. تمام، هو بيكريت هنا اللاي اوت بالشكل. طيب فاحنا محتاجين بقى نعدل شويه في اللاي اوت ده، محتاجين بس تعالوا نعمل اللاي اوت بتاع الليفل ده، نخليه اب كده بالشكل ده فاكتور، وهنبدا نعمل احنا الاب بتاعنا بقى احنا اب دوت بلاي دوت بي اتش بي. هنبدا ناخد الجزء ده كله كات من هنا خلاص من الويلكم ونحطه في الاب. طيب اول حاجه محتاجين نعملها الجزء بتاع الناف بار ده، نحطه في ملف منفصل، نعمل انكلود ادي الجزء بتاع الناف بار، نقوله هنا انكلود تمام. هطلع نروح على الفرونت، اروح عاوزنا على اللاي اوت دوت ناف، هنعمل ملف اسمه ناف دوت بلاي دوت بي اتش بي، وهنرمي الناف بار هنا. تمام بعد كده هنبدا تاني حاجه الجزء بتاع الهيدر ده بقى اللي هو فيه الباك جراوند، الجزء ده كله كده تمام. الجزء ده كله هناخده كات كده من هنا ونحطه في الهوم هنا، في عذرا في الويلكم، لان مش محتاجه في الويلكم بس. قول هنا اكستند اكستند ال لو سمحت محمد اكستند لاي اوت دوت اب بالشكل ده. هنعمل هنا سيكشن هنسميه طبعا كونتنت، هن اند سيكشن، نحط جواها الجزء. طيب عشان شغل الكونتنت ده جوه الاب عندي لازم انا اقول له يلد كونتنت. طبعا كان هنا كونتنت بالشكل ده، تعال نجرب ريفرش. تمام الدنيا كانت متظبطه في الاب، بس لو رحت على صفحه الهوم مثلا هلاقيها بالشكل ده، ما فيهاش الجزء بتاع الصوره. تمام طيب؟ بس هو الهيدر برضو مش موجود لي، ده اللي هنشوفه بقى. طيب لاي اوت ناف تمام هو كونتنت المفروض يبقى هنا. كونتنت المفروض كان هنا تمام. و لا ثواني، الكونتنت المفروض يبقى هنا، بس الجزء بتاع الصوره كان المفروض فوق المين، يعني هنا، يعني هو كده المفروض ظاهر تمام، فمش هينفع يبقى لا ولا ثواني ثواني، احنا دلوقتي في الويلكم، تعال نشوف الويلكم عامله ازاي. بس الاول احنا اتلخبطنا، الويلكم الدنيا فيها شغاله. تمام المشكله كلها عندي في هنا بقى، في لما تخش جوه المشكله ان هنا مفيش هيدر، يعني مفيش هيدر عشان مفيش سكرول اصلا. طيب
طيب تعالى بس كده جوه مثلا جوه الهوم هنا. الهوم هنا في ايه؟ في كونتينر، في داشبورد، في الكلام ده كله. سيشن تمام. لو سيشن ستيتس اعمل لي alert session states. ماشي، تعال نشيل دي كده، نعمل refresh. هو اصلا الهيدر مش موجود اصلا. ليه بقى الهيدر مش موجود؟ تعال نكتب اتش 1 مثلا. شوية اتش 1 كده عشان نبقى فاهمين. لا هو الهيدر كده موجود، بس الهيدر لون ابيض. الهيدر لون ابيض، ف الحاجات اللي فيه مش باينه. طيب هو احنا لما نروح الهوم اصلا 8000 انت لو تسكرول الهيدر بيتغير لونه تمام، وبالتالي التكست بيتغير لونه. طيب ده بيحصلش هنا ليه بقى؟ ده بيحصلش هنا في اللوجن مثلا بيبقى موجود بس مفيش. طيب تعال بس الاول نقعد ناخد سيكشن ونجرب السيكشن هل هينفع الدنيا ولا لا. طيب تعال نروح للكود هنا، ناخد اي سيكشن من السيكشن اللي احنا شلناها. مثلا ناخد ده كده كوفي، نروح هنا نحط بيست. اوكي تعال نرفرش شوف. اشتغلوا. سو في الاول مش بيبقى ظاهر لان مبيبقاش لي خلفيه في الاول، يعني هو بعتمد ان في خلفيه اصلا وراه فبيبقى ظاهر. سو لما بتسكرول زي ما انتم شايفين كده بيظهر. طيب عايزين نظبط الحته دي بس مش دلوقتي يعني. طيب هنبدا نفصل الفوتر بقى، يعني تعال نروح على الاب، عايزين نفس الفوتر عن الصفحة دي. فناخد الفوتر كده كات من هنا ونقول هنا include footer dot layout dot footer. نروح layout نبدأ نعمل footer. footer dot play dot php وهنحط الفوتر بتاعنا. طيب تعال نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا، الدنيا مظبوطة كده زي ما انت شايفين. طيب الدرس الجاي بقى ان شاء الله هنشوف حل لحتة الهيدر دي ونبدأ بقى نشتغل على الديزاين بتاعنا. نشوفكوا الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.